القرآن الكريم في كل سطر وكل آية تقريبا وكل سورة هناك كلمات جديدة من أوله إلى آخره. ما فهمت. طيب نعيد. يا ليت يا ليت. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ سورة؟ سورة نعم. الناس؟ لا، الكوثر. الكوثر، الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. 42 حرف. هذه السورة وغيرها طبعا من أواخر السور، يعني سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد إلى آخره، يعني بشكل طبيعي لو أن القرآن كتبه بشر سوف نجد أن الكلمات التي استخدمت هنا لابد أنها استخدمت من قبل، مكررة سابقا. سوف نجد قاعدة تنطبق على كل سور القرآن، أن كل سورة فيها كلمة جديدة أو كلمتين أو 10 أو 20 أو إلى غير ذلك، كل سورة. وكل سورة فيها كلمات لم تستخدم إلا في هذه السورة فقط. هذا ينطبق على 114 سورة. طب أرني. طيب سورة. الآن لدينا هنا خيار، لدينا خيار هنا أضفناه حديثا، إحصاء. انظر معي، إحصاء الكلمات التي تتميز بها السورة رقم كذا عن باقي السور. ماذا يعني ذلك؟ أنا أريد أن أعرف كلمات الجديدة داخل السورة، ليست الجديدة، التي لم تذكر إلا في هذه السورة فقط تحديدا، تحديد ولم تذكر في القرآن. الآن أعطني أي سورة تحب، نبدأ من الأخير. سورة الناس. سورة الناس. نعم، نضغط هنا، يقول لك أدخل رقم السورة هنا. نكتب رقمها 114 وهي آخر سورة في القرآن ونضغط، سوف نجد الخناس يوسوس. الوسواس، الخناس ويوسوس. هذه الكلمات الثلاثة لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة فقط، فقط في سورة جميل. الناس. مع أنها آخر سورة. آخر سورة. لنأخذ إنا أعطيناك الكوثر. تمام. رقمها 108 على ما أعتقد. طيب. هناك ست كلمات. ست كلمات خاصة بهذه السورة لم تستخدم إلا في هذه السورة، مع أنها على آخر سورة. يعني. وهي 10 كلمات. انظر معي، إنا أعطيناك الكوثر. فصلي لربك وانحر، إن شانك هو الأبتر. 10 كلمات، هناك 6 كلمات جديدة، 60% يعني هي كلمات ليست جديدة، خاصة بهذه السورة فقط، لم ترد في أي القرآن السابق، أي سورة أخرى. نعم جميل. الآن لكي لا يظن المشاهد أننا نتصنع هذه النتائج، طبعا البحث موجود. نعم. سورة الإخلاص، سوف ندخل رقم السورة هنا، رقمها 112. طبعا. وهي تقريبا آخر أواخر القرآن. نعم. يعني منطقيا يجب أن لا يكون هناك كلمات جديدة. تمام. نضغط، هناك انظر 4 كلمات جديدة خاصة بهذه السورة المباركة. الصمد لم ترد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص، وكلمة يلد ويولد وكفوا لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة. سبحان الله. بالله عليك، هل يمكن الإنسان عاقل أن يدعي أن هذا الكلام من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن ذلك، ولا يمكن الإتيان بمثله. صحيح. لذلك الله تعالى عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. سبحان الله.